رشينا نضفنا العش، رشينا البودره بتاعتنا، روح جاي عند النشاره، ادي النشاره بتاعتي اللي انا بشتغل بيها، روح جاي بشويه صغيرين منفق ايدي كده شويه. النشاره دي اصلا جاهزه وكنا منظفينها وعبيناها في شوال قبل كده، وقلنا زي النشاره لما تيجي ممكن نرش عليها بختين ثلاثه ديتول بحيث ان احنا ننظفها، وكان لازم نجيبها من مغلق لسه عاملها، يعني النشاره ديت اللي كل لسه معموله مش مركونه تمام عشان ما يبقاش فيها حشرات. نجيب النشاره وبحط ادي الكميه اللي انا بحطها جوه العش الكبير اهو زي الفل، او زي ما حضرتك شايفين كده، ممكن تحطها مكومه ممكن تحطها انت تفردها بايديك زي الفل تمام. ادي النشاره اهي، ابص كده شايف جوه العش، ادي النشاره اتعمل ازاي. ايه لازمه النشاره ديت عشان اخواتنا وحبايبنا اللي كانوا بيسالوني؟ النشاره دي لازمتها ان هي بتخلي البيض ما يجيش من تحت الانثى تمام، يعني النشاره دي النتايه بتحط النشاره في الاركام بتاعت العش وبيخلي البيض ما تجريش من تحت الانثى وبكده. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه. بنضمن على الله ان كل البيض اللي اتباض بيطلع كله عمران ومفيش حاجه بتفسد بعامل الحركه الكتير تمام. انا ما بكترش ليه؟ عشان انا في بعض الناس لما بتيجي تكتر النشاره العصفور بيحس بالخطر. ليه؟ العصفور لما يجي تكتر له النشاره بيحس ان البيض بتاعه لما ينزل هيتغطى من النشاره، فبيبدا ياخد النشاره يرميها بره. فحضرتك تفكر ان هو مش بيحبش النشاره وبيرمي النشاره بره، فبتقول لا النشاره غلط علشان العصفور ما بيحبهاش. لا هي الفكره مش كده، الفكره ان انت بس حطيت نشاره كتير شويه تمام. ادينا احنا ظبطنا الدنيا، نبدا ندخل ده جوه ونشوف هنعمل ايه. شكرا يا عم انت كده عملت اللي عليك. انزل ركب العيش بتاعنا، زي الفل، عيش متين وقوي وزي الفل تمام. تمام كده احنا جهزنا العيش النتاي. نبص بصه كده على العيش برضك بعد ما علقناه اهو، شوف النشاره ازاي كلها على جنب. ابدا بس افرش لها النشاره كده، بس انا فردت لها النشاره او ممكن ما افردلهاش النشاره اسيبها تتعمل. هي بتيجي هنا في النص ده كده في الحته دي كده، اروح عامله كده اروح حاطه البيض بتاعها تمام. يبقى كده الشكل النهائي للعش بعد ما جهزناه تمام. كده الف شكر، 100 100، يا رب تكون المعلومات دي وصلت، وتجهيز العش للعصافير البلدي تمام. تمام طب العش الثاني ده اللي احنا خدنا منه الزغاليل هنعمل فيه ايه؟ هنعمل برضه نفس الكلام، هنشيل العش وهنحط كيسة في الباب عشان خاطر العصافير ما تطيرش، ونبدأ ننظف العش كويس جدا جدا بالسكينة بتاعتنا، وننظف الأرضية بتاعته كويس جدا جدا بالسكينة بتاعتنا، وبعد كده نبدر البودرة الخفيفة بالطريقة الصحيحة عشان البودرة دي سامة، وبعد كده نحط شوية النشارة ونرد العش تاني تجهيزا للنتاية. ولو حضرتك ركزتوا كده على النتاية هتلاقي النتاية بص محطحطة اهي ومعبية، يعني هي جاهزة للشغل تمام. عشان بس الفيديو ما يطولش على حضراتكم، انا هعمل الكلام ده مع نفسي. ودلوقتي هناخد الزغاليل اللي احنا قطفناها نروح نحطها في المطار بتاعها تمام. طبعا احنا المطار شلناه من الاوضه خالص عشان عملنا عمليه توسيع للاوضه، وان شاء الله في فيديو جاي هقول لكم التغييرات اللي احنا عملناها ايه في الاوضه. بص بسم الله ما شاء الله، ده المطار حطيناه على السطح. طبعا بما ان السلاكه او المطار اللي انا حاطه السلك بتاعه ضيق، فما فيش اي خوف ولا اي قلق ان في حاجه ايه تهرب تمام. بس انا طبعا حبيت الشمس للطيور عشان احنا دلوقتي داخلين على جو شتاء، بدفي بالليل زي ما حضراتكم شايفين في فرشه اهي بفرشها عليهم بالليل، وممكن احط كمان مشمع عشان خاطر المطره وفي نفس الوقت الشمس عليهم. بسم الله ما شاء الله هم فرحانين قوي بحكايه الشمس دي تمام. هبدا ادخل العصافير بتاعتي، بسم الله ما شاء الله 9 زغاليل زي الفل، بسم الله ما شاء الله فيهم بتاع 3 حتت عين حمراء، بسم الله ما شاء الله حته لاتيني وحته واثنين البينو، حته لاتيني واثنين البينو، بسم الله ما شاء الله. يلا بقى استقبلوا الضيوف بتاعتكم بقى، يلا استقبلوا الضيوف الجديده في السلاكه في المطار وخليكم جدعان. بسم الله ما شاء الله اهو، ناخد حتتين حتتين كده عشان مفيش حاجه تطير، لان احنا دلوقتي مش في الاوضه فعايزين نشتغل بحكمه. الحته اللي هتطير اهو هاو اهو، بس السلام عليكم على طول تمام. بسم الله ما شاء الله
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، اللهم زيد وبارك. الحته الخضراء اهي دي اصغرهم، بس ان شاء الله خيرا. يعني بسم الله ما شاء الله، استاذ غليل بسم الله ما شاء الله سعيده. بسم الله ما شاء الله، اللهم زيد وبارك. بسم الله ما شاء الله، اهلا بكم في بيتكم الجديد، وان شاء الله خيرا وربنا يرزقنا خيركم ان شاء الله. طبعا احنا حطيناهم والاكل موجود بفضل الله بزياده في المطار بالذات بالنسبه للزغاليل، وهنبدا دلوقتي نحط لهم ميه بشويه فيتامينات كده عشان نروق عليهم. طيب ده اول يوم، اول يوم استقبال. طب بكره وبعده، ممكن بكره وبعده لو لقيت الدنيا مش مظبطه هدي 3 ايام مضاد حيوي خوفا من يحصل لهم انتكاسه ولا حاجه. تمام، المضاد الحيوي اللي انا بديه مضاد حيوي تنفسي ومعوي، يعني يمشي الاثنين، يمشي تنفسي ويمشي معوي اللي انا اتكلمت عليه قبل كده اسمه ديتوفيد. ده مضاد حيوي باودر بيمشي تنفسي وبيمشي معوي. طيب لو احنا ما عندناش ده ممكن نجيب انارو فلوكساسين. انارو فلوكساسين ده مضاد حيوي بيطري برضك، بيشتغل معوي ويشتغل تنفسي برضك، ينفع نشتغل منه. وده سائل بنحط نقطتين على الميزة. تمام، نحط 3 ايام يبقى احنا كده بنحصل الفروخ بتاعتنا مع الحمام، مع الحاجات، مع العصافير في المطار ضد اي بكتيريا لا قدر الله. تمام، عشان نخلي العشه بتاعتنا نظيفه او نخلي المطار بتاعنا نظيف. تمام، زي الفل مع الاكل السليم مع شويه الفيتامينات بتوعنا الممتازين، الدنيا معانا زي الفل. زي ما حضراتكم شايفين اهم بيطيروا وبياكلوا زي الفل. فاكرين ده ايه؟ ده العصفور الفلل. بسم الله ما شاء الله كبر اهو وبقى زي الفل. عشان خاطر الفيديو ما يطولش على حضراتكم، يا رب النهارده قدرت اوصل لكم المعلومه بتاعه قطف الزغاليل وازاي نعمل جاهز العش لدوره جديده. تحياتي ليكم وان احبكم جميعا في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.